أحسن الله إليكم. هذه أم ثامر تقول: ما حكم دفع الزكاة إلى العمالة المنزلية من شغالات وسائقين؟ هي للفقراء المسلمين، إذا كان الشغالات والخدمة مسلمين وفقراء يعطيهم من الزكاة بشرط لا يحتسبها من أجرتهم أو أن يريد بها ترغيبهم في العمل عنده، لما يدفعها تقربا إلى الله عز وجل. نعم.